اكتشف الأهل موهبته قبل أن يتم أعوامه الخمسة، وتكفله الله فهيأ له كبار الأساتذة الذين كانوا يتطوعون لتعليمه بشكل مجاني. وبالرغم من صغر سنه، هو اليوم أحد أعضاء منتخب سوريا القرآني وصاحب المركز الأول على مستوى سوريا في حسن التلاوة والأداء. من سوريا الطفل محمد أهيب النقشبندي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، استمعنا لتلاوة طيبة للمتسابق محمد أهيب النقشبندي من سوريا، وأترك التقييم إلى لجنة التحكيم بعد الشكر والامتنان لكم مع السيد كريم موسى. وسيدنا لكم التقييم. حبيبي مشكور محمد، الله يسترك إن شاء الله ويحفظ سوريا يا رب. صوت جميل وحضور أجمل وانتقالات صحيحة وإحساس يجعد على القلب، يعني أنا ارتاحت. الله يحفظه إن شاء الله ويحفظ والده. فضيلة الشيخ عمر لكم الكلام. ما شاء الله محمد أهيب، أهبت وسرت هيبت القراءة وجعلت تلاوتك رائعة وممتازة، وهذا الذي نعرفه عن سوريا، سوريا الإقراء، سوريا الإتقان، فسوريا معروف عنهم إتقان الحروف وإعطاء الحروف حقها، وهنيئا لك حفظ القرآن الكريم منذ الصغر، وهنيئا لوالديك حقيقة، فأنت ستلبسهم تاج الكرامة يوم القيامة. فما شاء الله، يعني حاولنا أن نعد الملاحظات ولكن خلت الملاحظات، فكنت رائعا وكنت متقنا وزادك الله إتقانا وحسنا وأداء. الشيخ محمد عصفور رأيكم. حياك الله حبيبي، أحسنت محمد، بارك الله بك حبيبي، ما شاء الله القراءة جدا رائعة وأداء مميز بالنسبة لعمرك. هل تحفظ شيئا من القرآن؟ نصف القرآن؟ ما شاء الله. حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. يعني بالنسبة لعمرك أداء جدا مميز، أتمنى لك التوفيق في المراحل القادمة. عندي ملاحظة بسيطة بس على القراءة، حرف اللام المثقلة، اللام المشددة، حاول بقدر الإمكان تعطيها صفة الانحراف والتثقيل، يعني شوية بتطلع منك خفيفة عايمة، الله الله الله، وانحراف كامل للنفس من جانب اللسان. هي على مدار القراءة اللام المثقلة عندك واضحة من أول ما بدأت لحد ما انتهيت، واجب علي تنبيهك لحتى تنتبه المراحل القادمة. أسأل الله لك التوفيق يا رب حبيبي، موفق. الأستاذ عماد رامي تفضل. يعني أنا شهادتي في مجروحة، كونه من سوريا وكونه أنا سافرت أنا وياه وأبوه اللي هو خلفي، ما شاء الله ما شاء الله، يعني اللهم صل على النبي، كان أكثر من رائع، انتقاله بين المقامات كان جيد، صوت ملائكي، يعني أنا بعتبره هذا الصوت ملائكي لطيف، وسليم بالقفلات، قفلي عندك صاغ سليم ما في عليها أي غبار، إن شاء الله ربي بيوفقك وبتنتقل لمرحلة تانية. الدكتور باسم العابدي لكم الكلام. أبدعت وتمنيت أن يقرأ الأساتذة شيئا. نعم. لك الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. أنت بس تعطيني إشارة أنا قررت. تفضل تفضل. نعم. تفضلوا. السيد حسنين لكم الحديث. شكرا يا محمد، شكرا كثيرا. أولا طبعا الصورة، أول ما انتبهت إلى شكل محمد، هسه ممكن يعيني بها الشيخ محمد عصفور، اكو تسجيلات فيديوهات قديمه، فيديوهات قديمه للشيخ الحصري بهيك نظاره كلش قديمه، فحتى حركه العنق مالته لما كان يحرك ال اي نعم اثناء الاداء كان صحيح. الشيخ الحصري نعم. لو تحدثنا عن الانغام واسيادها وكذا لا يمكن ان نترك الطريقه الخاصه التي اوجدها بالخشوع الشيخ الحصري، فهو كأنما يسلك هذا المسلك يعني الشيخ الحصري، فلا يعني خوف عليه أبدا إن شاء الله. ومن جانب اسمه نقشبندي، يعني نعم. لقب النقشبندي يذكرنا. وما أدراك من النقشبندي؟ ومحمد سيد محمد النقشبندي رحمة الله عليه، ذلكم الذي قال لذب الحسين شهيد الطف لما التجأ إلى الإمام الحسين هنا في أعتقد في الأربعينيات أو الخمسينيات من القرن الماضي، وكان يلوذ بشباك الإمام الحسين وقال لذب الحسين شهيد الطف. أنا أطلب من سيد كريم وأستاذ عماد الله. إما يقرون مولاي إني ببابك الله قد بسطت يدي أو لذب الحسيني وبكيفكم بعد. تفضل مولاي إلي يلا تمام شغلة إلي تمام. نبدي ويا سيد كريم حتى نختم بالشغلة. لا 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 لا
يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة بقلبي ساكن إيمانك وعلي ساتر إسلامك بقلبي ساكن إيمانك وعلي ساتر إسلامك وعقلي حافظ قرآنك عقلي حافظ قرآنك وكلامك ما أحلى سماع يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة الله 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 طابت هذه الحناجر لحب بني النبي لا يرتقي فكري بحب بني النبي لا يرتقي فكري يكفي لمدحهم ما جاء في الذكر الله الله يكفي لمدحهم ما جاء في الذكر في قل تعالوا وفي القربى لهم خبر وقد أتى مدحهم في سورة الدار يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما لبينا قدمنا السمع والطاعة الله 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 شكرا جزيلا للجنة التحكيم نعم وهجوا الآيات في الآذان والقلوب شكرا جزيلا محمد النقشبندي من سوريا على هذه المشاركة شكرا جزيلا تفضل